مساء النور والبركة. النشرة الإخبارية من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. نعبر عن ارتياحنا لكل التحضيرات التي قامت بها قيادة المملكة. المقداد في جدة، وبمشاركة سوريا اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين ضمن الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية. أصوات القصف المتبادل لا تتوقف منذ شهر في السودان، ارتفاع أعداد القتلى المدنيين جراء الاشتباكات العنيفة. مجلس الدوما الروسي يصوت بالإجماع على الانسحاب من معاهدة الأسلحة التقليدية، والناتو يعيد بضم كييف الشهر القادم. تواصل الترحيب العربي بعودة سوريا للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية، وذلك خلال الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية بدورتها العادية 32 المقررة في مدينة جدة السعودية يوم الجمعة القادم. ومع انطلاق الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية المرتقبة بشقها السياسي، بدأ اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين تمهيدا لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري، والذي سينظر في مشروع جدول أعمال القمة العربية بمشاركة سوريا بعد انقطاع استمر ل 12 عاما، وسط توقعات في أن تترك هذه المشاركة أثرا إيجابيا سيلمسه أبناء الشعب السوري حسب كثير من المراقبين. استمرارا للاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية، انعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين بمشاركة وفد سوريا الذي يترأسه معاون وزير الخارجية والمغتربين دكتور أيمن سوسان. ونقل مفاد سما إلى جدة أن الوفد السوري المشارك بالاجتماع يضم مندوب سوريا الدائم لدى في الأمم المتحدة السفير بسام الصباغ، ومدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والمغتربين السفير رياض عباس، ومدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات قصي الضحاك، ومندوب سوريا الدائم للجامعة العربية في القاهرة باسل سكوتي، وإيهاب حامد من مكتب الوزير. وفي تصريح له قال معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان عقب اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين بجدة، قال إن الجلسة الأولى للاجتماع شهدت مناقشة مشاريع القرارات المدرجة على جدول الأعمال، وكانت المناقشة بأجواء جدية وشديدة الشفافية والصراحة. المواضيع في الاجتماعات التمهيدية تم التوصل إلى اتفاق أو توافق بشأنها. اليوم من المفروض أن تسير الأمور بشكل سلس. نتمنى أن يدرك الجميع بأننا أمام مرحلة جديدة. أمام مرحلة جديدة ماذا يعني؟ لنتطلع إلى الأمام ونترك الماضي، دعونا نستخلص العبر ولكن ننطلق نحو المستقبل. في هذا الشيء تكمن الفائدة والمصلحة لنا جميعا. في إطار مشاوراته المكثفة التي يجريها قبيل عقد القمة العربية في مدينة جدة السعودية الجمعة القادم، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون أنه سيتابع مباحثاته مع المسؤولين في الإدارة التركية قريبا بعد اتصالات مع المسؤولين الروس لمناقشة تطورات الملف السوري، وذلك عقب اتصالات ولقاءات أجراها مع كبار المسؤولين في السعودية ومصر والأردن وإيران. بيدرسون أكد عبر سلسلة تغريدة على تويتر أنه اختتم مناقشات شاملة مع وزير الخارجية الإيراني وكبير مساعديه للشؤون السياسية الخاصة وكبار المسؤولين الآخرين بشأن سوريا، وأضاف إنه ناقش الملف السوري مؤخرا في اتصال مع المسؤولين الروس،
بعد إجراء اتصالات مماثلة مع كل من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي، مشيرا إلى أنه سيتابع جولة المباحثات مع المسؤولين الأتراك قريبا. وبيّن أن التنسيق بين الأمم المتحدة والدول الراعية لمفاوضات أستانا مهم لاستئناف عمل لجنة مناقشة الدستور ومضي العملية السياسية إلى الأمام على حد تعبيره. نفذ ما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده قوات الاحتلال الأمريكي بزعم محاربة الإرهاب بمشاركة مسلحين من ميليشيات قسد، نفذ عملية إنزال جوي ليلي على أحد المنازل بمنطقة الحويجة في حي المشلب شرقية مدينة الرقة. وحسب مصادر أهلية شاركت 5 طائرات مروحية تابعة للتحالف في العملية، نفذت 2 منها عملية الإنزال في حين حلقت 3 طائرات بعلو منخفض في أجواء المنطقة وجابت كامل سماء حي المشلب. وتزامنت العملية مع أصوات رشاشات ثقيلة مصدرها طائرات ما يسمى التحالف الدولي في عدة مناطق. سيرت القوات الروسية دورية عسكرية منفردة في ريف عين العرب بريف حلب الشرقي، حيث كان من المقرر تسيير الدورية بشكل مشترك مع الجانب التركي كما هو المعتاد، إلا أن العربات التركية تأخرت عن الوصول إلى البوابة الحدودية القريبة من قرية غريب الواقعة في ريف عين العرب. وتوجهت الدورية الروسية المؤلفة من 4 عربات باتجاه خط الدورية المقرر لها، حيث انطلقت من قرية غريب شرقية عين العرب وجابت قرى كربناف وكوسك وعليشار وجوم علي وكورتك وكوبك ستان وتيري وقباجق صغير وتلك وهولاقية وخرابيسان تحتاني، قبل أن تعود العربات العسكرية الروسية إلى مركزها قرب بلدة سرين بريف عين العرب. استهدف الجيش العربي السوري بضربات مركزة مواقع لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي ردا على مواصلة التنظيم خروقاته اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد شمال غرب البلاد، في حين أردت وحدات من الجيش العديد من دواعش البادية. وأكد مصدر ميداني غير رسمي أكد أن وحدات الجيش العاملة بقطاع ريف حماة من منطقة خفض التصعيد استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع النصرة الإرهابي وحلفائه في العنكاوي والسرمانية ودوير الأكراد في سهل الغاب الشمالي الغربي، في حين وجهت الوحدات العسكرية العاملة بريف إدلب وجهت رمايات نارية إلى مواقع الإرهابيين ونقاط تمركزهم في البرة وسبوهن وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وفي محيط معرة النعسان بريف إدلب الشمالي الشرقية. وذكر المصدر أن وحدات من الجيش استهدفت بقصف مدفعي مواقع للنصرة في محيط بلدتي كفر تعال وكفر عمة في ريف حلب الغربية. عقب تسليم ميليشيات قسد 10 السجناء العراقيين المعتقلين لديها إلى حكومة بلادهم، تستعد دفعات جديدة من العائلات العراقية من أسر تنظيم داعش الإرهابي لمغادرة مخيم الهول الذي تديره الميليشيات في ريف الحسكة الجنوبية الشرقية. وحسب مصادر إعلامية فإنه من المرتقب أن يتم إخراج دفعة جديدة من العراقيين من عائلات مسلحي داعش من المخيم إلى العراق بتنسيق مع الحكومة العراقية، حيث ستخرج 157 عائلة يقدر عدد أفرادها بنحو 606 أشخاص. وتعد هذه الدفعة هي 3 من العائلات العراقية التي تخرج من المخيم منذ مطلع العام الجاري، حسب المصادر التي ذكرت أن ذلك جاء مع استمرار توقف عملية إخراج السوريين من المخيم منذ 9 أشهر.
جددت سوريا دعمها لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة لها على موقع تويتر بمناسبة مرور 75 عاما على ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني: تحيي سوريا صمود الشعب الفلسطيني المقاوم في وجه آلة القتل والإرهاب الإسرائيلية، والتي لم ولن يكون صمود أهل غزة مؤخرا آخرها. وتابعت الخارجية: إن سوريا تجدد دعمها لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن ما تسمى مسيرة الأعلام ستجري في مسارها كما هو معد لها، في حين أوردت القناة 13 الإسرائيلية أن وزراء بالحكومة الإسرائيلية سيشاركون في المسيرة التي يعدها الفلسطينيون استفزازا متعمدا وعدوانا على القدس المحتلة. وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه الليكود في الكنيسة إن حكومته تعمل على تغيير ميزان الردع على حد تعبيره، وأكد أن مسيرة الأعلام ستجري في مسارها المعتاد. وينظم اليمين الإسرائيلي المتطرف هذه المسيرة لإحياء ذكرى احتلال الشطر الشرقي من القدس عام 67 و900 وألف، والذي يسمونه يوم توحيد القدس وإحلال السيادة الإسرائيلية على المدينة والأماكن الدينية اليهودية افتراضا فيها. انطلقت دعوات فلسطينية لرفع العلم الفلسطيني في كل الساحات ردا على مسيرة الأعلام في القدس المحتلة. وأكدت الدعوات على أهل الضفة وغزة والقدس والداخل المحتل والشتات لرفع العلم الفلسطيني ميدانيا وإلكترونيا ردا على مسيرة الأعلام. كذلك قالت وسائل إعلام العدو إن المؤسسة الأمنية والعسكرية لدى الاحتلال رفعت مستوى الاستنفار والتأهب قبيل مسيرة الأعلام التي ستجري الخميس المقبل، في وقت حذرت من أن بعض التصريحات غير المسؤولة لوزراء في حكومة الاحتلال وسياسيين آخرين حول الحرم القدسي والقدس قد تشعل المنطقة. فيما أعلنت شرطة الاحتلال حالة استنفار قصوى للتعامل مع هجمات بل وحتى إطلاق صواريخ خلال مسيرة الأعلام المرتقبة. أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق، كما قامت باعتقال 5 فلسطينيين. واقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة في بيت لحم وقرية أرطاس جنوبها وبلدة قباطية في جنين واعتقلت 3 فلسطينيين. وتواصل لليوم الرابع إغلاق المدخلين الرئيسين لقرية المغير شرق رام الله، وتمنع الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها. أصيب شبان فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام الاحتلال مخيم جنين. وقالت مصادر فلسطينية إن اشتباكات مسلحة اندلعت بعد اقتحام الاحتلال مخيم جنين، في حين دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى محيط المخيم من حواجز الجلمة وسالم ودوتان.
وأعلنت كتيبة جنين المسلحة استهداف قوات الاحتلال في محيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص. شارك عشرات الفلسطينيين في وقفة بمدينة البيرة في الضفة الغربية دعما للأسرى الفلسطينيين في مواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية والتعسفية بحقهم. ورفع المشاركون صور الأسرى المرضى وفي مقدمتهم الأسيران المصابان بالسرطان وليد دقة وعاصف الرفاعي ولافتات تنادي بحريتهم. انطلقت في العراق عملية أمنية واسعة شمال العاصمة بغداد للبحث عن المطلوبين وبقايا عناصر داعش الإرهابية. جاء ذلك وفق ما أعلنته هيئة الحشد الشعبي في بيان لها، وتابع البيان بأنه تنطلق قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي وبالتنسيق مع القوات الأمنية في عملية أمنية واسعة في مناطق غرب الطارمية، الهدف منها البحث عن المطلوبين وبقايا عناصر داعش وتأمين شمال العاصمة بغداد. اتهمت القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات السعودية الأردن جنوب السودان والصومال في مخالفة لحرمة البعثات الدولية. وقالت القوات السودانية في بيان لها إن قوات الدعم السريع ما زالت مستمرة في التمادي في انتهاج مسلكها الإرهابي في انتهاك القوانين والأعراف الدولية بما فيها الاعتداء على مقرات البعثات الدبلوماسية بالعاصمة. لا تظهر حسابات المتحاربين في السودان ما يعجل بجنوحهم للسلم بالأسلحة الخفيفة والثقيلة. مشاهد القصف والاشتباكات ما زالت تتغذى من ثبات الجيش وقوات الدعم السريع كل منهما على موقفه. أما الموقف في الميدان فيبدو ملتهباً في مناطق جنوب الخرطوم وفي أم درمان والخرطوم بحري. تتجدد الاشتباكات المستمرة مع دخول المواجهات بين الجانبين شهرها الثاني في وقت يواصل فيه عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش إعفاء العديد من المسؤولين، ليتهمه في المقابل قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو بتدمير السودان داعيا قواته للتماسك. سكان في العاصمة السودانية الخرطوم قالوا إن الضربات الجوية والقصف المدفعي تصاعد بشدة في العاصمة يوم الثلاثاء مع سعي الجيش لطرد قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يحاربها منذ أكثر من شهر. نقابة أطباء السودان أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 822 حالة وفاة و3215 إصابة، ومعها تستمر محنة السودانيين التي يفاقمها غياب بوادر لخفض التصعيد على الرغم من استئناف المفاوضات بين الطرفين في جدة بوساطة أمريكية سعودية لبحث سبل التوصل لاتفاق يضمن وقف إطلاق النار، وسط شكوك تسود بعدم جدية الطرفين الالتزام بإعلان يوم الخميس الماضي. معركة كسر عظم هي إذن، لكنها إذ تحتدم بين من يحتكمون إلى السلاح لا تلتفت إلى معاناة المدنيين المتفاقمة مضطرين غامر مئات الألوف حتى الآن بنزوح ما يربو على 700 ألف داخل السودان، مما فجر أزمة إنسانية تنذر بزعزعة استقرار المنطقة. صوت نواب مجلس الدوما بالإجماع على انسحاب روسيا من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا. ونقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس لجنة الدوما
مجلس الدوما للشؤون الدولية وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي ليونيد سلوتسكي قوله إن القرار يصب في المصلحة الوطنية لضمان أمن روسيا. إلى ذلك قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إنه لا توجد احتمالات للعودة إلى معاهدات القوات التقليدية في أوروبا، وسيكون من الممكن التحدث عن شيء ما عندما يتخلى الغرب عن سياساته العدائية. هاجمت القوات الروسية باستخدام الصواريخ والمدفعية تجمعاً كبيراً للأفراد العسكريين التابعين للقوات الأوكرانية في منطقة أوريخوف في مقاطعة زاباروجي، حسب رئيس حركة نحن مع روسيا فلاديمير روغوف. من جانبه أعلن مؤسس قوات فاغنر يفغيني بريغوجين أن الوحدات العسكرية تقدمت في مدينة باخموت وفرضت سيطرتها على 105,000 متر مربع. إلى ذلك صرح القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بأن الجيش الأوكراني نقل المزيد من الحشود الإضافية إلى أجنحة مدينة أرتيوموفسك. وحسب بوشيلين فإن الوضع في المدينة لا زال متوترا، إلا أن مقاتلي مجموعة فاغنر يواصلون التقدم. وأضاف إن هناك عددا أقل وأقل من المباني العالية التي أصبحت تحت سيطرة التشكيلات المسلحة الأوكرانية. دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى تهيئة الظروف المناسبة لدعم المفاوضات بشأن أوكرانيا بدلا من صب الزيت على النار. من جانبه أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لا تخوض حربا ضد روسيا ولن تزود أوكرانيا بالأسلحة التي ستسمح لها بمهاجمة الأراضي الروسية. ككل مرة يعود زيلينسكي من جولات جمع ما تيسر للصمود متفائلا متحمسا ومثبتا أن الحرب لم تغيره، فقصر النظر الاستراتيجي وتصديق كل ما يقال باقيان على حالهما. غداة عودته من أوروبا محملا بوعود وآمال كبيرة بأسلحة ثقيلة. إسقاط صاروخ ستورم شادو البريطاني بعيد المدى وتدمير 21 مسيرة أوكرانية وصواريخ أمريكية الصنع، إضافة لتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة وتصفية 650 جنديا أوكرانيا في باخموت. أما دبلوماسيا، ماكرون يحاول اتقاء غضب موسكو وإظهار بلاده بمنأى عن كونها عدوا مباشرا في الحرب، بقوله إن ما تقدمه باريس لكييف فقط لتصدي الهجوم، لكنها ليست بتلك الأسلحة التي من شأنها أن تصل الأراضي الروسية أو يمكن مهاجمة روسيا بها. مماطلة وتسويف تعديا حد الأسلحة وجدية تسليمها. إنما مناشدات زيلينسكي بالإسراع لانضمام بلاده إلى الناتو تقابل بما يشبه ذلك. لا نعرف متى ستنتهي هذه الحرب، لكن ما نعرفه هو أنه عندما تنتهي من المهم للغاية ألا ندع التاريخ يعيد نفسه. وفيما يتعلق بالعضوية، الأمر متروك لكييف لاتخاذ قرار بشأن مسألة عضوية أوكرانيا و31 عضوا من حلفاء الناتو. رغم التطورات التي لا توحي بوجود مرونة لدى موسكو ولا لدى كييف، غير أن بكين ترى أن الظروف الدولية تبدو أكثر نضوجاً، ولهذا تسعى في كل مناسبة للبحث عن أي تسوية سياسية ممكنة. من الضروري إدراك الحاجة إلى حل سياسي عاجل للأزمة. لا توجد إجابات بسيطة عن الأسئلة المعقدة. أي حل شامل يبدأ دائماً بخطوة أولى. لا يمكننا الانتظار لاستئناف الحوار والمفاوضات بلا نهاية. رغم اشتداد المعارك، غير أن التقديرات تشير أن الفرصة مواتية للتفاوض، خاصة وأن الإرهاق بدأ يتسلل إلى الكثير من الدول الغربية بشأن مواصلة مستوى الدعم العسكري نفسه الذي اعتادت تقديمه إلى أوكرانيا. قالت الشرطة الأمريكية إن ما لا يقل عن 4 أشخاص قتلوا بينهم مشتبه فيه
وأصيب آخرون في إطلاق نار وقع في منطقة سكنية بمدينة فارمينغتون في ولاية نيو مكسيكو. وقالت شرطة فارمينغتون إن 2 من أفرادها أصيبا في تبادل لإطلاق النار مع المشتبه فيه الذي قتل في الموقع، وإن هناك العديد من الضحايا المدنيين وتوفي 3 منهم على الأقل. وأضافت أنها تعتقد أن مطلق النار تصرف بمفرده. أما نعم مشاهدينا فإليكم آخر أخبار الاقتصاد وتيماء حيدر. مساء الخير تيماء. مساء النور رفاق. تفضل. شكرا. مساء الخير مشاهدينا، مجموعة من الأخبار الاقتصادية والبداية مع العناوين. مجلس الوزراء يوافق على الميزانية الختامية لصندوق دعم الإنتاج الزراعي وخطة عمله. وكالة فيتش للتصنيف الائتمانية جولة الإعادة في الانتخابات التركية تمدد الضبابية على الاقتصاد. أهلا بكم. وافق مجلس الوزراء على الميزانية الختامية لصندوق دعم الإنتاج الزراعي وخطة عمله المتضمنة دعم شراء محصول الشعير المسلم لصالح المؤسسة العامة للأعلاف بمبلغ 200 ليرة سورية لكل كيلوغرام، ليصبح سعر شراء المحصول 2200 ليرة للكيلوغرام الواحد من الشعير. وقال المهندس عرنوس إن الحكومة مستمرة في العمل على تقديم كل الدعم للطبقة العاملة والحفاظ على حقوقها وتحسين وضعها المعيشي. وأجرى المجلس تتبعا لتنفيذ الموازنة العامة للدولة لغاية الربع الأول، وأكد على ضرورة التركيز على المشاريع الاستثمارية التي شارفت على الانتهاء في كل وزارة وترتيب الأولويات بالنسبة للمشاريع المطروحة للاستثمار. إلى ذلك، وافق رئيس مجلس الوزراء على استثناء السيارات الشاحنة الكبيرة والصغيرة العامة والخاصة الناقلة لمادتي القمح والشعير في كافة المحافظات من التقيد بالحمولات المحورية، وذلك بزيادة الحمولات بنسبة 25% كحد أقصى اعتبارا من الأول من حزيران وحتى نهاية آب القادم. كذلك تمت الموافقة على رفع نسبة التكليف بالعمل الإضافي إلى 100% للعاملين في مراكز شراء الشعير والأقماح والتسويق. وتأتي الموافقة نظرا لحجم العمل الكبير الملقى على عاتق العاملين في مراكز استلام الموسم وتسويقه، ولتمكين الجهات العامة العاملة في هذا المجال من العمل على مدار الساعة وفي أيام العطل والأعياد الرسمية لاستلام الكميات كافة. أصدرت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي قراراً بخصوص الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات لأحكام القرار 1070 لعام 2021 وتعديلاته والتعاميم الصادرة بشأن تطبيقه والناجمة عن عدم التزام المستورد بالتعهد الموقع لإثبات مصدر تمويل مستورداته آجلة الدفع. وسمح القرار الجديد للمستورد المخالف بأن يقوم بإجراء تسوية لدى فرع مصرف سوريا المركزي المعني خلال مدة 30 يوما من تاريخ انقضاء المهلة المحددة لتقديم الوثائق المطلوبة حول إثبات مصدر التمويل، ويتم ذلك على خطوات عدة. هذا ويتوجب على المخالف تسديد بدل تسوية مقداره 5000 ليرة سورية عن كل يوم تأخير بعد انقضاء المهلة. بحث وزير الاتصالات والتقنية المهندس إياد الخطيب مع السفير المفوض وفوق العادة لجمهورية الصين الشعبية بدمشق شي هونغوي سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات. ونوه الخطيب بما تقدمه الصين من دعم لإعادة تأهيل عدد من مراكز الاتصالات التي دمرها الإرهاب، موضحا أن المنحة المتعلقة بذلك سيتم توريد المرحلة الأولى منها قبل نهاية العام الحالي. من جانبه أكد السفير الصيني أهمية زيادة التعاون بين سوريا والصين بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين وعلى نحو يساعد على إعادة إعمار سوريا. وفي الأخبار العربية،
حذرت السلطات العراقية التعامل بالدولار في الأسواق والمحال التجارية، وحصلت هذه العملية بالدينار ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي تحت عنوان دعم الدينار. في سياق آخر، أعلن وزير النفط العراقي دعوة الشركات العالمية للتنافس على الفرص الاستثمارية ضمن ملحق جولة التراخيص الخامسة التي تضم 13 حقلا وموقعا استكشافيا موزعة على المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية. ويأتي الإعلان مكملا مع ما تم الإعلان عنه عام 2018 بخصوص جولة التراخيص الخامسة وما أعقبها من إبرام العقود مع الشركات الفائزة بجولة التراخيص. أما عالميا، اعتبر مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي أن دورة البنك المركزي الأوروبي التاريخية من رفع أسعار الفائدة لا تتسبب في توقف النمو في منطقة اليورو، في حين يرى عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي أن البنك يحتاج إلى مساعدة الحكومات والشركات لتجاوز أزمة التضخم المرتفع في منطقة اليورو. رفع أسعار الفائدة يشكل تحديات لاقتصادنا لأن لدينا قيودا ائتمانية، كما أن الحذر المتزايد من القطاع المصرفي يمكن أن يتسبب في بعض الصعوبات للوصول إلى الائتمان، ولكن من فضلكم لاحظوا أنه على الرغم من ذلك لا يزال لدينا نمو حقيقي. لقد كان الربع الأول واضحا وكانت هناك خطط استثمار من السلطات الوطنية، لذلك نعم يتم تجديد السياسة النقدية لكنه لا يقتل النمو. في حين تحتاج السياسة النقدية إلى مواجهة ارتفاع الأسعار بزيادة أسعار الفائدة، يتعين على المسؤولين الاعتراف بمحدودية تأثيرهم والمطالبة بالصبر. على الحكومات التأكد من سلامة أوضاع المالية العامة حتى لا يزداد التضخم عبر السياسات المالية، ويتعين أيضا على سلطات حماية المنافسة أو مكافحة الاحتكار الحد من قدرة الشركات على التحكم بالأسعار في السوق. وفي ختام الاقتصادية، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن النتائج غير الحاسمة في انتخابات الرئاسة في تركيا مددت الضبابية التي تخيم على الاقتصاد التركي الذي يعاني خللا بنيويا مع انهيار صرف الليرة وتصاعد التضخم وارتفاع معدلات البطالة. ووفقا لتقرير فيتش، فإنه في حال انتصار المعارضة ينتظر المراقبون أن يكون الانتهاء المنظم للعملية الانتخابية وسلاسة الانتقال إلى فرق جديدة معنية السياسة الاقتصادية بداية للتقليل من عدم اليقين حول الحكومة التركية المقبلة التي ستواجه طلبا مكبوتا بسوق العملات الأجنبية وضغوطا على الليرة. أخبار الاقتصاد انتهت، شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى وفاء. شكرا، يعطيك العافية تيم. الله يعافيك. ضمن إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة لمتابعة الأطفال المتسربين من اللقاح، انطلقت المراكز الصحية بالإضافة لما يزيد عن 70 فريقا جوالا لتغطية الفئة المستهدفة من الأطفال في أرياف حلب، واستقبالا كبيرا من المواطنين على مدى 7 أيام متواصلة. تقوم منطقة أعزاز الصحي بحملة لتعزيز اللقاح الروتيني ومتابعة المتسربين من اللقاح. الحملة تشمل 29 تجمع سكاني في المنطقة عن طريق عندنا 7 مراكز ثابتة و4 فرق جوالة تغطي 29 تجمع. بشرت منطقة أعزاز الصحية بإشراف مباشر من مديرية صحة حلب ودائرة برامج الصحة العامة بتنفيذ حملة متابعة المتسربين وتعزيز اللقاح الروتيني للأطفال دون 5 سنوات من العمر. الإقبال جيد حتى الآن على الحملة مستمرة لغاية 11/5
2023. يقوم مركز زهراء الصحي بتنفيذ حملة متابعة المتسربين لتعزيز اللقاح الروتيني للأطفال. بلشت الحملة عندنا من 7/5/2023، رح تستمر ل 11/5/2023. بتمنى من كل الأهالي يراجعوا مركز الزهراء الصحي، مصطحبين معهم كرت اللقاح النظامي لنتابع كل طفل متسرب، نتابع له لقاحه على الكرت. رغم أن السبب الدقيق لحدوثه ما زال مجهولا، إلا أن إثارة جهاز المناعة بشكل غير مناسب قد تؤدي إلى الإصابة بداء كرون. فما هي أعراضه وما هي أسبابه؟ داء كرون وهو التهاب مزمن وغير معدن يسبب التهاب بطانة الجهاز الهضمي، وهو أحد الأمراض التي تسمى أمراض التهاب الأمعاء. أعراضه تختلف من شخص لآخر وتتراوح العلامات والأعراض من خفيفة إلى شديدة، عادة ما تتطور تدريجيا، لكن في بعض الأحيان تأتي فجأة دون سابق إنذار، وهي آلام في البطن والإسهال الشديد، التعب، ارتفاع درجة حرارة الجسم، فقر الدم، فقدان الشهية والوزن، تقرحات الفم، تأخر أو ضعف النمو في الأطفال. الأسباب: لا يزال السبب الدقيق لمرض كرون مجهولاً، حيث كان في السابق يشتبه في النظام الغذائي والإجهاد، إلا أن هناك عوامل تؤدي إلى تفاقم الأعراض، وهي الوراثة، الجهاز المناعي، أي في حالة دفاع الجسم ضد العدوى والمرض، والذي يسبب مهاجمة البكتيريا السليمة في الأمعاء. علاج داء كرون: لا يوجد علاج لمرض كرون، لكن تغير نمط الحياة واستخدام بعض الأدوية يقلل العلامات والأعراض ويحد من المضاعفات، ومنها مثبطات المناعة، الأدوية المضادة للالتهاب مثل الكورتيزون. وقد يحتاج المصاب إلى إجراء عملية جراحية، لكن لا يعني ذلك علاج المرض، حيث إن فوائد الجراحة عادة ما تكون مؤقتة. إلى عناوين هذه النشرة: نعبر عن ارتياحنا لكل التحضيرات التي قامت بها قيادة المملكة. المقداد في جدة وبمشاركة سوريا، اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين ضمن الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية. أصوات القصف المتبادل لا تتوقف منذ شهر في السودان، ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء الاشتباكات العنيفة. ومجلس الدوما الروسي يصوت بالإجماع على الانسحاب من معاهدة الأسلحة التقليدية، والناتو يعيد بضم كييف الشهر القادم. شكرا لكرام المتابعة، إلى اللقاء.